السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أخوكم عبد الرحمن خالدي، واليوم التغطية من معرض عماد الدين للسيارات. طبعا أخوي الكرام، اليوم التغطية عن كيا أوبتيما موديل 2019 فئة ستاندر، أقل فئة، يعني فرق عن الشلاق أنها غير أوتوماتيك فقط، محركها 2000 سي سي، سعر السيارة 60500، طبعا سيارة وارد الجبر، وكيل كيا في المملكة العربية السعودية. بناخذ جولة سيارة السيارة من الخارج، بعدين نتكلم عن أهم المواصفات وأهم المزايا. طبعا كيا أوبتيما 2019 حصلت على فيس ليفت عن 2018، كان يعني ابرز تغيير في الواجهه والخلفيه على الشمعات الاماميه والصدام الامامي والصبات الخلفيه والصدام الخلفي. اعتقد ستاندر ما غير فيها شيء بالصبات الخلفيه، فقط الصدام الخلفي اللحظه انه صار فيه زي ما تشوفون شبه كت رياضي او زعانف. كيا أوبتيما طبعا سياره سيدان من كيا متوسطه الحجم، اصغر من الكادنزا واكبر من السيراتو. طبعا محرك السيارة 2000 سي سي 4 سلندر هو المحرك الصغير، نفس محرك الهيونداي الانترا، تقريبا 154 حصان، 4 سلندر 2000 سي سي 2.0، الجير اوتوماتيك من 6 سرعات، توبترونيك، نظام الدفع فهو امامي. والمعلومية كيا أوبتيما طبعا تعتمد على نفس قطع غيار الميكانيكية للسوناتا، باستثناء المحرك اللي هو محرك الانترا، ونفس الشيء بالسوناتا في محرك 2000 سي سي لكن انقطع من 2017 المحرك هذا. المواصفات الخارجية للسيارة طبعا اكيد سيارة دفع امامي، مواصفات خارجية، انوار LED نهارية، وطبعا فيها كشافات ضباب، عدسات بروجكتر يسمونها، عندنا الشبك كروم الامامي، طبعا الجنوط حديد عليها الطيس مقاس 16 انش، عندنا ديكور فتحات تهوية على الرفارف الجانبية، ديكور فقط، عندنا اشارات بالمراية. وننتقل إلى خلف السيارة، وهذه من الخلف طبعا نلاحظ فيها شكمان واحد فقط بحكم أن المحرك 2000 سي سي، إذا كانت طبعا 2400 جي دبل شكمان أو شكمانين بالأحرى. هذه الشنطة الخلفية، نفتح الشنطة عفوا، طبعا نفتح القفل حق السيارة، طبعا هذه فرشاة السيارة، وهنا عدة السبير الخلفي فيها طفاية حريق طبعا، بخصوص الأخوان اللي يشترون خليجي ترى مو كل السيارات الخليجية يجي فيها طفايات، لكن السعودية أغلبها. ننتقل لصرفية الوقود، وكل لتر بنزين مشيك 14.2 كيلو، تقييم السيارة جيد جدا، نوع طبعا المحرك 2.0، نوع البنزين 91، الصراحة تعتبر برضه صرفية عالية بما ان المحرك 2000 سي سي، لكن مشكلتهم هيونداي، جماعة هيونداي وكيا بحكم كيا وهيونداي شركة واحدة، فنقول جماعة هيونداي للحين ما طور بعض المحركات، نحتاج تطوير على الأوبتيما وعلى السوناتا عشان السيارة تكون أفضل ومنافس أفضل. طبعا السيارة تجي ريموت على انها ستاندر، لكن فيها ريموت اغلاق فتح الشنطة. هذه السيارة بالداخل، نلاحظ ان مقصورتها او داخليتها تجي باللون الرصاصي قماش طبعا. ننتقل الى الخلف، بسم الله. طبعا نلاحظ ان فيها فتحات تكييف خلفيه، فيها منفذ يو اس بي لشحن الجوال، ومنفذ 12 فولت برضو الشاحن تستخدمه، صراحه حركه حلوه وجميله. للاسف السياره ما فيها تكايات الروس متحركه عاديه ثابته، ولا فيها تكايه وسط بالخلف. الان ننتقل الى المواصفات الداخليه الرسميه، بسم الله. طبعا اخوان الكرام، وش اللي يميز الأوبتيما بالفئه هذه؟ انا صراحه يوم اشوف هيونداي الانترا فئة النص فل اللي تيجي محرك 2000 سي سي، تيجي جنط وشاشة، سعرها في حدود 59 او 60 الف ريال، في بعض المعارض توصل ل 61 الف ريال، فوش اللي يخليني اخذها واترك السيارة هذه؟
صراحة هنا محرك صحيح نفس المحرك صغير، لكن برضه هنا السيارة كسيارة أكبر، كسيارة اعتمادية أكثر على الخطوط السريعة. طبعا ما شاء الله حتى خزان الوقود هنا تكلم عن 70 لتر في السيارة هذه، على عكس هناك يجي حدود 50 لتر. فالسيارة هنا اعتمادية أكثر، تسافر عليها أكثر. صحيح إن كلهم يسافرون عليهم ما عندك أي مشكلة، لكن نتكلم عن سيارة بحجم كبير. هذه السيارة من ضمن فئة التويوتا كامري، من فئة الهوندا أكورد، في برضو من المازدا 6، وبرضو عندنا الله الله الماليبو، الفيوجن، والسوناتا الشقيقة اللي تعتمد على نفس الشاسيه ونفس الفحمات ونفس المساعدات إلى آخره. طيب، فالسيارة خيار مناسب 60500 صراحة، تاخذ كيا أوبتيما 2000 سي سي. صحيح ان 2000 سي سي عزم اقل، لكن 154 حصان اطار منك عن ال 2400 صراحة، يعني حدود 20 حصان بالكثير، واستفدت صرفية افضل. طبعا هذا بالنسبة للانسان اللي يبغى يعني محرك اقتصادي اكثر. طيب خلينا نتكلم عن المواصفات الداخلية. تكلمنا السيارة ريموت، مقعدها قماش طبعا الكل كامل، كرسي السائق والراكب اكيد حركة يدوية ستاندر. عندنا زجاج كهربائي، المراية كهربائية لكن فيها خاصية الطي الاوتوماتيكي، وهذه ميزة حلوة جميلة في سيارة ستاندر، وسعرها معقول بسعر السيارات المتوسطة الحجم، بسعر الهوندا سيفيك، بسعر الهيونداي اللاندرا، بسعر الكورولا الستاندر. تحكم في مستوى الانارة الداخلية، تحكم في مستوى الانارة الخارجية، فتحتين كل بنزين، فتح الشنطة، وجهاز تراكشن. هذا هو الدركسون حق السيارة، بصراحة التصميم ما عليه كلام. حتى ما شاء الله انا واحد من اخواني يحب الالعاب الالعاب الكمبيوتر، فالدركسون اللي عنده هذا حق الالعاب قلبه حق اوبتيما، فاذا تبون نسوي عليه تغطية نسوي عليه درفت ما عندكم مشكلة حق الالعاب. عموما هذا دركسون سيارة، طبعا بلاستيك ما هو مكسوب الجلد عادي. نلاحظ انه فيه تحكم بالنظام الصوتي في بلوتوث، ومثبت سرعة، وهذه ميزة حلوة وجميلة. عند التحكم بعداد رحلات يجي بلغة عربية، كثير من المعلومات مهمة بالنسبة للسائق. تبديل جير فون خلف المقود، حتى الميزة هذه ما هي موجودة بالسوناتا الستاندر اللي تيجي مكينة 2400 وجنط، ما هي موجودة تبديل جير فون خلف المقود، هنا موجودة وهذه ميزة حلوة. الآن ننتقل، طب خلينا نتكلم عن الدركسون، عن حركات الدركسون، حركة الاسكوبية بالكامل لكنها يدوية، فما شاء الله برضو ميزة حلوة. نظام الصوتي للأسف ما في سي دي، لكن في منفذ USB، منفذ UX، تكلمنا فيه بلوتوث، كل الأشياء هذه موجودة. السي دي صار شيء قديم، لكن ما فيها كاميرا بحكم أنها ستاندر، ما فيها حساسات يعني، فبكيفك بعدين تبي تركب أو ما تبي تأخذها سيارة كارف ما يحتاج تركب ولا تعدل عليها. المكيف يدوي، أربع سرعات، زي تشوفون. تكلمنا عن التكييف الخلفي، إنه فيها فتحة تكييف خلفية، طبعا هنا ثلج، وعندنا هنا منفذ ولا دخلت بكرامة. في واحد يزعل يقول يا أخي لا تتكلم عن مشروب مفتول الأشناب، ما أدري الناس تزعل يعني يتكلم، يعني حتى لو بغض النظر، حتى الإنسان مدخن ترى يدري إن هذا شيء سيء بغض النظر، يعني ما يحتاج يعني يتكلم زيادة. طبعا عندنا منفذ UX، منفذ USB، النظام الصوتي، وعندنا هنا منفذ طاقة، في درج. طبعا لو كانت فول يكون شحن لاسلكي، لكن ستاندر. الجير اوتوماتيك، ست سرعات توبترونيك، درايف مود موجود فيها. عندنا وضعية القيادة ثلاث وضعيات، عندنا ايكو، سبورت، وكمفورت، قيادة ناعمة موجود بالسيارة. فيها تكية بالوسط، عدتها تكية بالوسط، هذا عدة السلامة او ادوات السلامة. درج السيارة امامي، طبعا تصميم السيارة صراحة كلها بلاستيك بلاستيك بلاستيك، هنا جاي بلاستيك طري شوي، اللون رصاصي، في شوي تلوين في السيارة. المراية الداخلية عادية وليست تعتيم، أنوار السقف هذه عادية، أمامية وخلفية برضو نتكلم، بيت النظارة، الشماسات طبعا هذه فيها مراية بدون إنارة، هذه الشماسات. هذه برز المواصفات. بالنسبة لمواصفات الأمن والسلامة، فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرة الباك للساق والراكب، عدد خمس أحزمة أمان. هذه أبرز مواصفات كيا أوبتيما 2019 فئة ستاندر، هذه أقل أوبتيما عندهم. تروح عندهم يا جماعة الخير أعطوني أقل أوبتيما، يعطوك هذه المواصفات. طبعا السعر يختلف من الوكالة المعارض، بحكم أن المعارض أرخص، فيكون السعر عند معرض عماد الدين 60500، ممكن توصل ل 64-65 في الوكالة. طبعا السعر لا يشمل الضريبة، يشمل التسجيل. فهذه أبرز المعلومات عشان الناس تستفيد. أخوان الكرام، السيارة خيار مناسب للي محتار بين الكورولا واللنترا، هذه ضمها للقائمة. فكر بالسيارة هذه، صحيح هي سيارة على قولة الشباب زقرت وداشرين، لكن انت لا تضلل، وإذا ضللت
ما يحتاج تكتم، امش عاقل، ما حد راح يوقفك ولا حد بيجي عندك، لكن والله بتركب كتم وتفك الطياس وتكتب لعيون الحب وما ادري وش ورا الموتور، تحط البي بي ام حقك ما ادري السناب شات حقك، فتحمل اللي يجيك يعني صراحه. حتى لو معك، لو راكب لكزس نفس الشيء. فعموما السياره حلوه وجميله، ما حد يتكلم في عمليتها، ما شاء الله مع الشباب على قولتهم، مع السقرت كل ابوهم ماخذينها تفحيط وهجوله، والله يصلحهم ويهديهم. لكن برضو السياره عمليه وسياره صبوره، يكفيك انها مع كثير من شركات كريم واوبر. والسلام عليكم اخوان الكرام، اتمنى تكون عجبتكم التغطيه.